آخر بند الكهرباء. أنا كنت بقول لحضراتكم كان معالي وزير الكهرباء لما طلع في المؤتمر من 3 سنوات قال إن بحلول هذا العام اللي احنا فيه كان من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء، وكان حاطط خطة زيادات أسعار ومعلنة ومنشورة إنها هتتنفذ على اعتبار أن الدولار ب16 جنيه. هو إيه علاقة المواطن حيسة اللي هو إيه علاقة الدولار بتسعير الكهرباء؟ لأن الوقود اللي بيشغل كل محطات الكهرباء عندنا هو بنجيبه بالدولار، بنجيبه بالدولار. فبالتالي لما بجيبه بالدولار على أساس 16 جنيه غير لما بجيبه النهاردة على أساس 31 جنيه. طيب النهاردة آخر أرقام الكهرباء كخسائر أو نقدر نقول كدعم اللي كان النهاردة مقرر واللي أعلنه السيد الوزير إن دعم الكهرباء وصل ل90 مليار جنيه هذا العام فقط، 90 مليار جنيه. لما أجمع الخمس بنود اللي أنا قلتهم لحضراتكم إحنا بنتكلم على دعم 342 مليار جنيه، مقابل من سنتين كان أقل من 100 مليار. أنا بس حابب إن أنا أحط قدام كل مواطنين مصر الصورة عاملة إزاي.